استعدت المجازر في محافظة أسوان لاستقبال وذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وسيتم استقبال الأضاحي وذبحها مجانا، كما تم زيادة عدد العاملين بالمجازر لمواجهة الزحام المتوقع. وسيتم فتح المجازر منذ الخامسة صباح أول أيام العيد وحتى آخر أيام التشريق. احنا عندنا في خطة متكاملة، منها مرور على الأسواق والتفتيش على المحلات، محلات الجزارة والسوبر ماركت، للاطمئنان عن كل حاجة موجودة في السوق صالحة للاستهلاك الأدمي. إن شاء الله على أجازة عيد الضحية في العيد، اعتبارا من بعد انتهاء صلاة العيد مباشرة، هيتفتح مجزر أسوان هيستقبل أضحية الشعب اللي داخل، اللي من أضحية في المجزر هيبقى الذبح مجانا. في استعدادات عملها مجزر أسوان بالشلال، النظافة، استقبال المذبوحات طوال أيام العيد للجماهير مجاني، اللحوم بتبقى في كشف طب بيطري عليها، مختومة تحت إشراف الطب البيطري. طبعا المجازر كلها في فترة عيد الأضحى بتكون على أهبة الاستعداد من منع الأجازات للعاملين واستقبال الأضاحي من أول يوم العيد لغاية آخر يوم رابع يوم للذبح. الخدمة في مجزر الشلال مجانية، مفيش أي مصاريف إدارية ياخدها المجزر من المواطن. احنا هنا بالنسبة للعيد يعني عندنا بيبقى الذبح مهول، احنا بنقعد للساعة 12 بالليل تمام الأربع أيام العيد. بعد كده بالنسبة للأختام احنا عندنا هنا كل نوع حيوان ليه ختم معين كبير وصغير. بس دركت شغل العيد وكده يعني بيبتدي من بعد الصلاة لحد رابع يوم وبتاع، بس احنا بنبقى شغالين على طول دايركت يعني. ما والشغل هنا بفرايح وبالناس بتفرح بيه وبتاع في السرخانة وكده، وشغلنا وشغل بتاع غير اللي برا يعني. بنعلم الناس اللي بتيجي جديد، بنشتغل هنا هو من 5 الصبح في العيد، 4 أيام العيد. 4 أيام العيد بيبقى الشغل فيه ضغط زيادة. إنما هنا الشغل شغال طول الأسبوع. الأيام العادية طول الأسبوع.